حكاوي الثورة. هشام أحمد شمس الدين كتب في الفيسبوك بوست بعنوان حول تسقط بس، برد فيه على الناس اللي طلعوا لون هاشتاج وسموه تقعد بس، الظاهر ما لقوا لون هاشتاج يقولوه فقاموا اخترعوا الهاشتاج ده. يعني قال لهم شنو فيه حول تسقط بس؟ قال أولا ده شعار، يعني ما مطالب الزول اللي بيرفع ولا بيهتف به إنه يعقلنه. الشعارات لا تعقلا، الشعارات صنعت للتمجيد والتحشيد والحماس، زي أمريكا روسيا قدنا عذابها، ما مفروض تسأل تقولها كيفين حيدنوا عذابه وها ورينا الخطة، هم دايرين يدنوا عذابه وخلاص. ستوفر فراياتنا خفاقة على أقبية الكونغرس، داير كده ما تقول لي كيف، داير تعرف كيف ما تناقش الشعار، تعال اقرأ الوثيقة أو الإعلان أو المبادرة المطروحة، هناك التفاصيل والرؤى المختلفة. ثانيا يقول لك كيف النظام ده حيسقط، ده نظام متجذر وشمولي وما إلى ذلك. دار أقول لك كلام قلته قبل كده، النظام ده بتاع سودانيين زينا، بقصد ناس من طبيعتنا ذاتها، ده ما نظام عملوه ألمان، بيجري عليهم ما يجري على الطبيعة السودانية. شوف نحن فينا شنو من السلبيات ذات الضرر، وتأكد تماما إنها موجودة في الطرف الآخر، ارتباك، عدم صبر، عشوائية، اختلاف، عواطف، سوء إدارة، كل شيء كل شيء. محاولة تصوير نظام الإنقاذ كنظام مارد مفارق تماما للطبيعة السودانية دي محاولة تخزيلية ما أكثر، بالتالي ممكن يسقط تماما زي ما سقطت أنظمة أعتى وأكثر تعقيدا. انتفاضة شعبية واحدة في كل قطاعات الشعب ومكونات وفئات، يسقط وتسقط معه كل الجمل المتكلفة والعقلنة المتوهمة، تبقى المعادلة كيف نصل لانتفاضة شاملة حقيقية. البرسم مستقبل زوال النظام أو استمراره هو قوة الانتفاضة، إذا كانت انتفاضة إذا كانت شاملة وموحدة بيسقط في لحظة، إذا كانت أضعف حتفتح المجال للتمرحل، وإذا كانت أضعف وأضعف حتفتح المجال للمساومات وربما الفشل. ثالثا ما في شعار اسمه تقعد بس، ده كذب وتضليل ساي، بمعنى إنه ده ما شعار مماثل ومرفوع في مقابل تسقط بس. أساسا الرفع شعار تسقط بس هم في الغالب سودانيين ما عندهم انتماءات سياسية، أو على الأقل النصر الشعار ده دي قوة شعبية كانت لفترة طويلة شبه محايدة وغير مسيسة فعلا، بالتالي ما كان في سودانيين زيهم ما عندهم انتماءات قالوا تقعد بس. اللي بيقول تقعد بس ده النظام وحلفائه ومرتزقته، يعني معسكر النظام الأصلا مسيس. فمحاولة تصوير مشهد السوداني وكأنه في انقسام مجتمعي بمطالبين بإسقاط النظام ومطالبين ببقاء النظام ده كذب، الغرض منه يجي واحد كالمنجي يدعي العقل انه يقول ايوه بين تسقط بس وتقعد بس في طريق ثالث. السوداني ما طلع الشارع عنده 100 سبب كلها ما عندها علاقة بتقعد بس، ممكن يكون ما مقتنع ان المظاهرات حتسقط النظام، لكن هو دار النظام يسقط، ما في زوج شريف وعاقل ضد اسقاط النظام بصورة او باخرى. لكن المعادلة كيف تقدر فعلا تنشئ حراك يعبر عن الجميع بمختلف الهواجس والمخاوف وتسقط بس؟